يا حسين في ايه؟ يا نهار اسود يا نهار اسود حسين، شغل الفيديو كده تاني وركز على هدوم فريدة. هي دي الهدوم اللي كانت مخطوفة بيها؟ ازاي عدتني دي؟ بس حلو، ما دام انت ما خدتش بالك من الخضه يبقى هي كمان وهي بتشوف الفيديو مش هتاخد بالها من الخضه. وانت اللي عاملاها؟ اه يا بنتي. بقول لك ايه؟ هتشتم هشتم سواء بالام او بالاب، وحال عن سلسفيل اللي جابونا احنا الاثنين. انا مش عامله الفيديو ده عشانك، انا عامله عشانها هي، عشان عايزه اجيبها. وما دام التجربه نفعت معاك يبقى هتنفع معاها. ابعت يا رب. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.